السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نرسم البصوية على برنامج الريفت؟ لما تيجي تفتح برنامج الريفت وبص في السيستم بتلاقي حاجات كتيرة خاصة بكهربا بس مفهومش البصوية. طيب ازاي ابدأ اشغله؟ باجي هنا في الفابريكيشن بارت وببدأ افعله من هنا، وبعد كده عايز انا اضيف كهربا فبدوس على الزرار دوت فابريكيشن سيتنج، او من هنا اقول له ريلود كونفيجريشن بحيث ان هو يديني امكانية ان انا اعدل زي ما انا عايز. تمام، هقول له انا عايز الباسوي. طيب ممكن تحذف حاجة من هنا او ممكن اي حاجة مثلا عايز تعملها ريموف، تعمل على سيلكت تقول له ريموف. اوكي، طيب انا هاجي هنا الاقي في السيرفز عندي هنا الكتريكال باسوي. تمام، تقدر تختار باسوي وتقدر تختار الهانجر بتاعه. هبدأ احطهم بالشكل دوت اهو. عايز احط بند، بختار البند وابدأ احطها. طيب عايز احط اكمل امشي كده. تمام اهو، تمشي عادي خالص زي ما انت شايف. عايز تحط هانجر، بتيجي تختار الهانجر اللي انت عايزه. تمام، هو اوتوماتيك بيشوف السقف الخرسانه ويبدا يربط مع سقف الخرسانه، فده انسب طريقه، وده كده البرنامج بيتعرف عليه بدون اي مشاكل خالص.